يمكن دايما بنتكلم مع حضراتكم عن مصطلحات التنميه المستدامه واهميه التنميه المستدامه، لكن علشان نحقق اهداف التنميه المستدامه في مصر ما ينفعش نكون بنتكلم على اميه، فمساله محو الاميه مساله غايه في الاهميه. محو اميه 395 الف مواطن خلال العام الجامعي 2022-2021 ده تم بالفعل، وهنتكلم في تفاصيل هذا الخبر مع الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزاره التعليم العالي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ومساله محو الاميه وانه الناس تقدر تشارك في سوق العمل، تقدر يكون عندها كمان مش بس محو الاميه القراءه والكتابه زي ما احنا عارفين يعني المصطلح الدارج، لا احنا بنتكلم كمان يعني عن محو اميه صحيه، محو اميه ماليه، وازاي يتعاملوا من خلال محو الاميه مع كل يعني ما يخصهم في المجتمع. تحياتي لحضرتك وكل السيدات والسادة المشاهدين. الموضوع اللي حضرتك بتسريه الحقيقة الجامعات المصرية لها إسهام بارز في إطار المشاركة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية للجامعات المصرية. النهاردة حضرتك خلال عام دراسي واحد وهو العام المنقضي 21-22 بنتكلم على إسهام الجامعات المصرية في محو 395 ألف مواطن مصري. لحضرتك أن تتصوري ضخامة هذا العدد، وهذا العدد موزع على محافظات الجمهورية المختلفة في إطار بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار وأيضا مبادرة حياة كريمة. صحيح. لما نتكلم ده حضرتك في إطار مشاركة مجتمعية لا تقتصر على محو الأمية فقط، ولكن في إطار نتكلم على قوافل طبية بشرية، قوافل بيطرية، قوافل زراعية، إطار المدخل العام للجامعات. نيجي نقول طيب الجامعات المصرية في هذا الدور خلال عام دراسي، معلش يا دكتور أنا عايز أفهم من حضرتك، هي كليات معينة بتشارك في ده؟ يعني كلية التربية مثلا بيشاركوا في عملية محو أمية القراءة والكتابة، كلية الطب مثلا بتشارك في مسألة القوافل الطبية، لو حضرتك تقول لي يعني التفاصيل. كل جامعة من الجامعات ال 27 الحكومية على مستوى جمهورية مصر العربية في كافة المحافظات بترك لها حضرتك حرية العمل. حرية العمل تعني ملائمة الظروف، سواء بتكلم على ظروف جغرافية مناطق جغرافية بتأثر فيها الأمية، سواء حضرتك التخصصات العلمية الأكثر في هذه الجامعة إذا كانت تخصصات نظرية، أيضا تواجد الهيئة العامة لتعليم الكبار، فرصة الانتشار في القرى، فتركيز مسألة التحرك واستخدام التخصصات معينة داخل الجامعات وآلية التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لكل جامعة من الجامعات ال 27. الحقيقة في إطار هذا الموضوع وتشجيع الجامعات، لما بنتكلم حضرتك على جائزة لأفضل جامعة مصرية سنويا أو عدة جامعات بتشارك في محو الأمية، ده خلق منافسة كبيرة بين الجامعات المصرية. شوفي حضرتك هذه المنافسة أدت لأنه في جامعات نجحت في محو 147 ألف مواطن خلال عام جامعي زي جامعة بني سويف. معلش يا دكتور، هي مسألة التشجيعية مسألة غاية في الأهمية وبتخلق روح منافسة قوية، وبتوصلنا النهاردة لعدد زي 395 ألف يعني حالة في محو الأمية. لكن عايز أتوقف مع حضرتك هنا يا دكتور عن آليات متابعة هذه الأرقام، لأنه يعني نوضح أكتر للسادة المشاهدين ازاي بيتم متابعة كل من يتقدم لهذه الفصول. قطاع خدمة المجتمع حضرتك بالمجلس الأعلى للجامعات في تنسيق كامل مع السادة نواب رؤساء الجامعات المصرية ال 27 جامعات الحكومية، نواب رؤساء الجامعات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عندنا حضرتك رصد شهري لما يتم. بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، هي العامة لتعليم الكبار بتساعدنا في الوصول إلى المواطن الأمي وتوزيعه جغرافيا وجمع عدد من المواطنين الذين لا يحظوا معرفة القراءة والكتابة، ونائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الكليات اللي هتقوم بهذا الدور، عملية الحياة تنسيق على مستوى جيد جدا. المجلس الأعلى للجامعات في المركز في القاهرة بيتابع الإحصائيات شهريا، عندنا كل ثلاث شهور بتتم دورة امتحانات
بنتكلم عن مارس، بنتكلم عن يونيو، بنتكلم عن سبتمبر، بنتكلم عن ديسمبر. كل 3 شهور بتجرى الامتحانات للمواطنين اللي بيدخلوا هذه البرامج التدريبية لنحو الأمية، ثم يتم تحصيل كل من حصل ودخل الامتحان وحقق نجاح وحصل على شهادة نحو الأمية، ده اللي بيدخل معانا في إحصائيات النجاح، بيكون بالفعل دخل الامتحان واجتاز هذا الامتحان. إذا هي آلية تنفيذية موجودة على أرض الواقع بالتعاون بين مؤسسات الدولة، بتكلم على الهيئة العامة، بتكلم على نواب رؤساء الجامعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بنتكلم عن مبادرة حياة كريمة. خلال الفترة القادمة أيضا هذه الإحصائيات، طبعا خلال فترة كورونا كان شوية التواصل المباشر قليل بفعل الظروف المحيطة، صحيح، لكن كل ما أتيحت الظروف للقاء المباشر والتجمع المباشر للمواطنين بالتأكيد بيكون إسهام الجامعات أكثر فعالية في مواجهة هذه المشكلة. طيب يا دكتور، أنا كمان عايز أفهم من حضرتك، هل هي عملية إلزامية للطلبة؟ يعني هو نوع من مشروع التخرج مثلا؟ بالتأكيد في بعض الكليات تركنا مسألة إن كل جامعة من الجامعات تتعامل مع طلابها، كل جامعة بتختار التخصصات التي تتناسب دراستها مع هذا المجهود. البعض حضرتك له تحفيز بالنسبة للطلاب، البعض الآخر بيعتبره جزء من المهام الدراسية للطلاب، البعض بيعتبره شرط رئيسي لمسألة التخرج، البعض بيعتبره تركنا للجامعات حرية التصرف وحرية اتخاذ القرارات الملائمة اللي من خلالها أولا الطالب بيشارك بفعالية دور مجتمعي للجامعة داخل محيطها الجغرافي. وخلينا أكد لحضرتك ده توجه الدولة، إن الجامعة تكون ذراع فني، ذراع المجتمع، خادم المحافظة اللي هي فيها، سواء بنتكلم عن التدريب، بنتكلم عن الاستشارات، بنتكلم على خدمة المجتمع. هو يا دكتور تعزيز مبدأ يعني خدمة المجتمع ده عند الطلبة قبل ما يتخرجوا من الجامعات، وإنك مش عايش في الدنيا لوحدك، وإنه يعني لازم الناس اللي حواليك تستفيد زي ما أنت اتعلمت، ومسألة المسؤولية المجتمعية ده حديث هام جدا الحقيقة. ودور مهم جدا، بنقول دور مهم للطالب. الدولة النهاردة بتقدم خدمة التعليم بكل تكلفتها الشاملة، مش كده؟ صحيح. بتقدم هذه الخدمة لأبنائها. لما بنتكلم على مشكلة الأمية بنقول ده تحدي بالنسبة لمصر ما ينفعش نعيش بيه مستقبلا، لأنه بقول لحضرتك نحو الأمية التعليمية هو مفتاح نحو الأمية في كل جوانب الحياة. صحيح. وبالتالي الجامعات حضرتك مستمرة، واحنا يمكن لسه يا دكتور دلوقتي بنتكلم على محو الأمية زي ما يعني بيقر اليونسكو مسألة يعني القدرات على القراءة والكتابة، لكن احنا محتاجين الحياة وأحلامنا وطموحاتنا أكثر اتساعا من كده. احنا بنتكلم على تنمية مستدامة ورقمنا في كل شيء، فاحنا بعد كده هنحتاج اللي علمناه القراية والكتابة نحتاج نعلمه ازاي يتعامل مع الكمبيوتر، وازاي يعني نمحو أميته في يعني مجالات أكثر وأكثر. فيعني ما يتم على أرض الواقع شيء عظيم ومحمود جدا يا دكتور. وعايز انتقل مع حضرتك لمحور آخر، والناس لسه مخلصة ثانوية عامة، ومسألة الكليات المستحدثة اللي هتكون موجودة السنة دي في التنسيق. احنا بنتكلم تقريبا عن 43 جامعة جديدة تقريبا أو 34. حضرتك تقول لي الحقيقة، اسمحي لي إن أنا أبشر أبنائنا اللي هم انتهوا من امتحانات الثانوية العامة، وأيضا الطلاب خريجي التعليم الفني. لنا مسار تحدث والدولة أعطته بكل إمكاناتها هذا العام، وهو الجامعات التكنولوجية. هذا العام بنستقبل 7 جامعات تكنولوجية جديدة بالإضافة إلى 3 جامعات قائمة، يبقى هيضاف ده لقائمة الجامعات اللي هتتاح للطلاب. خليني أؤكد لحضرتك هذا المسار المهم جدا، الإقبال عليه بقى كبير، وفي وعي من الطلاب وأولياء الأمور، وده نوع من التعليم التطبيقي التقني اللي مصر محتاجاه جدا، يطابق سوق العمل واحتياجات سوق العمل، سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. محتاجين الخريج التقني، وبيمنح درجة البكالوريوس، وأيضا فيها دراسات عليا لمن يرغب في الماجستير والدكتوراه. والحقيقة هذا المجال الدولة قدمت له استثمارات ضخمة. نتكلم على مسار جديد في برامج جديدة متعددة ترتبط بالحاسبات والذكاء الاصطناعي
في الجامعات الحكومية، ومتاح أيضا هذا المسار في الجامعات الأهلية الدولية، ومتاح في أيضا الجامعات لكل الشعب يا دكتور؟ طبعا بالنسبة حضرتك الحاسبات الجديد ان احنا مش بس بناخد شعبة رياضيات، لا احنا بناخد ايضا شعبة علم العلوم في هذا التخصص المهم، لان احنا محتاجين خريجين كتير في هذا التخصص في ضوء تواجد مؤسسات الدولة للرقمنة والتحول الرقمي في كل جوانب الحياة، فمحتاجين الحقيقة هذا التخصص، وهو متاح النهاردة بأقسام وكليات وبرامج كثيرة في الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية وأيضا الجامعات الخاصة. نتكلم على مسار مهم جدا، وهو أفرع جامعات أجنبية في العاصمة الإدارية، 6 أفرع لجامعات أجنبية مصنفة دوليا. نتكلم على المسارات المهمة اللي بتطرحها الجامعات الأهلية الدولية الأربعة في الجلالة وسلمان والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة، مهتمين جدا ببرامج الذكاء الاصطناعي وبرامج الصحة العامة والبرامج المستحدثة في كليات القطاع الطبي والهندسي. برامج الحقيقة أنا بدعو كل خريج الثانوية العامة والشهادة أنه هو جيل رقمي، وهذا الجيل الرقمي عليه يراجع المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات للتعرف على عشرات البرامج الدراسية الجديدة اللي هي بتخاطب احتياجات سوق العمل في مصر. ودي نقطة مهمة جدا يا دكتور، انه ما نفضلش متكلبين على الكليات التقليدية اللي احنا تعودنا انه يعني زي ما الناس كده بتقول كليات قمة، لا احنا ننظر الى سوق العمل واحتياجات سوق العمل، وانا داخل الجامعة اقدر اقرر انا محتاجة اتعلم ايه علشان اشتغل ايه. بالظبط، ندعوهم حضرتك الى احنا حاجة مهمة جدا بنوه هي النهارده متوقعين خلاص الثانوية العامة خلصت، النتائج على الابواب، الطلاب بيبحثوا عن أسماء الجامعات والمعاهد، وزارة التعليم العالي أصدرت بيانات رسمية بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في جمهورية مصر العربية. لأنه دي نقطة مهمة جدا مسألة الاعتماد يا دكتور، لأنه دكتور عادل كتير من أولياء الأمور لسه بيخافوا من الجامعات الجديدة علشان مسألة الاعتماد. بالتأكيد احنا حضرتك نشرنا بيان تفصيلي نوضح بيه كافة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في جمهورية على موقع وزارة التعليم العالي يا دكتور؟ بالظبط، على الموقع وعلى الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي. يرق نفسه 10 دقايق هيعرف أسماء هذه المؤسسات، ومن خلال موقع الوزارة يقدر يدخل على مواقع الجامعات المختلفة للتعرف على أسماء البرامج الدراسية الحديثة. وأنا بأكد على كل برامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي نظرا للتحول الرقمي في كل مؤسسات الدوله والعالم الحقيقه ايضا، دي برامج مهمه جدا ان الطلاب يلتحقوا بيها، سواء شعبه الرياضيات او الشعبه العلميه، وايضا الشعبه الادبيه لها برامج كثيره جديده على هؤلاء الطلاب، مراجعه ما تتيح مؤسسات التعليم في مصر، لان الحقيقه خلال السنوات الاخيره توسعنا في الشراكات الدوليه مع العديد من دول العالم، توسعنا في البرامج الحديثه، الدوله استحدثت جامعات تكنولوجيه 10 جامعات متاحه خلال 3 سنوات فقط، احنا 10 جامعات ما كانش عندنا هذا النوع من الجامعات، على جميع الطلاب، حتى ايضا في جامعاتنا الاقليميه الحكوميه استحدثنا برامج تعليميه جديده، سواء تلائم طبيعه هذه المحافظات او حتى ايضا البرامج المعاصره. كل ده عايز اقول انه جميع محافظات الجمهوريه اصبحت في الجامعات الحكوميه متاحه فيها، شبكه الجامعات الاهليه والخاصه الحكوميه تغطي كل مناطق الجمهوريه، ما على الطلاب الا المراجعه الدقيقه لمواقع الجامعات للتعرف على البرامج الحديثه اللي محتاجها سوق العمل. أنا بشكر حضرتك على كل هذه المعلومات دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا.